عظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين النائمين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك. والتسعة المعصومين بني السلام عليك وعلى أختك وشريكتك في المصائب زينب. سلام على قلب زينب الصبور. سلام على لسانها الشكور. أذكى الشجون بجمرة الأحشاء، دمع جرى لمصيبة الحوراء. هي صفوة الهادي الشفيع وبضعة من حيدر، وسلالة الزهراء وشريكة الصف الشهيد وأخته في كربلاء. يا زين بالصبر والأرزاق وكفيلة الأيتام، بعد كفيلها في ساعة التوديع والإسرائيل، شهد الحسين بفهمها وبعلمها في حين عزاها بخير عزائي لهفي لها من حرته. ما لاحظت منها محي الصام، عين ذكائي حتى قضيت. اسم زينب بس بشوف حتى قضيت. والوجد من الأبل من زمان اذكر بصبري وانا طفل بعد عمري. اي اليكم من النساء الامهات تحسون بها. من زمان اذكر بصبري وانا طفل بعد Come on.
أولا يشير إلى فضائل زينب.
زينب لها فضائل، لها كلام، لها وصايا، وهذه واحدة من وصاياها. فأولا هذا الكلام يشير إلى فضائل زينب سلام الله إلى شدة اعتصامها بالله وعلاقة زينب إلى الخشية منه، إلى شعورها برقبة الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. اثنين، أهل البيت عليهم السلام دائما كلامهم أنيق وعميق وبليغ وفصيح، لكن أيضا له دلالات، يعني الكلام مو مجرد فصاحة وبلاغة وأناقة، لا، فيه عمق، فيه دلالة، فيه معنى، يعني حتى الكلمات منتقاد. خلنا نقف عن هذا الكلام لزينب سلام ونوضحه بما يتسر لنا من الوقت. زينب تقول فخف الله، يعني كن خائفا من الله، فخف الله لقدرته عليك. يعني انت ايها الانسان مهما بلغت في قوتك وفي نشاطك وفي عطائك وفي مالك وجاهك واجتماعيتك الى اخر هذه الصفات، صفات الوجاهة، مهما ما بلغت ايها الانسان فاعلم ان الله عز وجل هذه القوة، هذه الطاقة، هذه كلها هي ضعف محض امام قدرة الله وامام قوته، فلا تغتر بما تملك، فخف الله لقدرته عليك. واستحي منه لقربه منه. احيانا لما تكون يا جماعه واحد تصدر منه كلمه غير سويه او موقف غير محبه وغير محبه، شو يقولوا له؟ يقول له انت تستحي تتكلم بهالكلمه وفلان موجود؟ لان فلان هو شخصيه، هو مقام، تستحي ما تستحي. فكيف بالله عز وجل زينب سلام الله عليها تقول واستحي منه لقربه مني. الله قريب، الله يسمعك. معاذ الحسين سلام الله عليه في وصيته لاحد العاصيين لما قال له صلي، قال له صلي، ايش قال له الحسين سلام الله عليه؟ قال له اذا اردت ان تعصي فذهب الى محل لا يراك فيه. قال سيدي والارض كلها لله وين؟ قال له تعصي الله وين؟ تعصي الله وين؟ هاي واحد. اثنين، نستخلص من كلام زينب مواقف عدة نختصرها في ثلاثة مواقف. هذا الكلام لزينب سلام الله عليها، وهي مواقف يعني يفترض أو الأحرى ينبغي أن نسقطها على واحد مواقف. كلام زينب وهي تتحدث عن الخوف من الله لقدرته والحياء منه لأنه قريب منا، نستطيع أن نستخلص من هذا الكلام مواقف ثلاثة. الموقف الأول أن نعيش تقوى الله عز وجل في ألسنتنا. هذا اللسان مشكلة الكثير منا، صغير الصغار البعض والكبار، لا يتلذذ في مزاحه إلا بالكلمات البذيئة في الجامعة في الطريق في الكثير منا. حتى إلى غضب لا يهدئ هذا الغضب ولو عند هذا الغضب من الكلمات البذيئة. ولذلك بالمناسبة لما تسوي اثمن دراسة، شوف دراسة، وهذه الدراسة اسقطها على طلاب المدارس، هذه مجرب كثير من الطلبة يتداولون الكلمات البذيئة فيما بينهم كثير. هذا ناشئ طبعا من التربية، ناشئ من داخل المنزل، من البيئة، من المجتمع. قلما تجد، خلينا نقول يعني فئة قليلة التي لا تتداول هذا الكلام. روح سوي إحصائية، سوي دراسة، واسأل الطلاب الموجودين. هذه الكلمات البذيئة التي يتداولها الطلاب ناتجة من ماذا؟ إلى جانب التربية طبعا نقصد الطلاب وغيرهم، لكن ليش نتكلم عن هذه الفئة؟ لأن هذه الفئة هي تقريبا تمثل الفئة الأكبر بالمجتمع. لما داخل من المستوى الابتدائي حتى الجامعي، إذا ضمنت استقامتها وتدينها، ضمنت استقامة وتدين جزء كبير
فإذا تقوى الله في اللسان، الإنسان المؤمن دائما يشعر بأن الله يراقبه، وبالتالي عليه أن يعيش تقوى الله في هذا اللسان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه واحدة والدائم ما يدخل رجل شام بالرواية يا رسول الله أوصل قل لأحفظ الإسلام، قل أريد وصية تنجيني في الدنيا والآخرة، قل لأحفظ لسانك. يبين هذا أن استصبر هذه النصيحة، كل هذه الأمور في الدنيا من عبادات وغيرها، النبي لم يوصلني إلا في هذه اللسان. أحفظ لسانك، اجئ إلى النبي مرة ثانية، قل أوصني، قل لويحك أحفظ لسانك. وهل يحب الناس النار على وجوههم؟ لا حصل. إذا أصبح ابن آدم، النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصبح ابن آدم أصبحت أعضاؤه تستكفي اللسان، يعني الإيد والرجل كل أعضاء تستكفي اللسان، يعني ماذا؟ أي تقول له اتق الله، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججت. هذا اللسان. إذن هذا الموقف نستخلصه من كلام زينب، أنه علينا أن نخاف الله عز وجل ونتقي في ألسنتنا، لأنه قدير على هذا الإنسان، وعلينا أن نستحي منه لأنه قريب منا. اثنين، تقوى الله مو بس في اللسان، تقوى الله أيضا في السمع والبصر. عافة موجودة، على موقع الإنسان ما يمكن أنه يسهل ويوسع، لكن علينا أن نضع أيدينا على الجرح، إذا ما وضع أيدينا على الجرح يمكن ندويه. وواقعا في كلام جميل إذا السيد القائد يقول، أقول لهؤلاء المشتغلين بالسياسة، كثيرون هم المشتغلون بالسياسة، عليكم أن تنشغلوا بالجانب الثقافي دول المجتمع، دول مشاكل المجتمع، المجتمع به مشاكل سلوكية وأخلاقية واجتماعية، المجتمع إذا لم يستقم في أخلاقه وتدينه وتنشئته، التنشئة الخلقية ما يمكن يحققها أبداً. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، يعني في الدنيا قبل الآخرة. آفة أخرى زينب سلام الله عليها من خلال كلامها، وهي أم الحشمة والسف والعذاب، تتحدث عن جنب أخرى وهي تقوى الله في السمع والبصر. مشكلة أخرى نعانيها أو يعانيها كثير مجتمعات، لما يعني طغت هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حسيب، صار بين الكثير أو البعض، خلينا نقول أو نقول من حال إلى ظاهر، تبادل هذه المقاطع الإباحية موجودة. إذا كنا مو موجود أحد أمرين، إما أننا في غفلة عن المجتمع أو لا مبالاة، إما في غفلة عن المجتمع أو لا مبالاة. هذه مسؤولية كل مبلغ، كل مدرس، كل موجه، كل مهتم بالمجتمع أن يقف على هذه المشكلة. من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار أو من النار إلا أن يتوب ويرجو. إذن تقوى الله في اللسان وحده، تقوى الله في السمع والبصر. ثلاثة، السيدة زينب سلام الله عليها تقول واستحي من بقربه منك. الحياء في ماذا؟ اجى رجل ترقب على الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا فاطمة علميني مما علمك أبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش قالت لها الزهراء وهي من خلف الستر؟ قالت له فيما قالت، إن الحياء من الإيمان وإن الإيمان في الجنة. أقصر طريق إلى الإيمان إلى الجنة هو الحياء، وإن الفحش من البداء، البداء يعني الكلام الفاحش، والبداء في النار. نجي إلى مسألة الحياء،
سيدة زينب سلام الله عليها وهي وهذه المناسبة يعني بما أننا نتحدث عن زينب نتحدث عن الحشمة نتحدث عن العفة عن الإنسانية عن الأنوثة عن الستر عن الصون عن الحجاب مع هذه مو كلمات إنشائية هذه واقع نحتاج زينب في حشمتها زينب طلعت وخطبت وجاهدت وضحت وتعرضت إلى سبي يعني مفترن من يقول بأن زينب طلعت كاشف وتستر بيديها ما في أكثر من هذا الموقف يعني واحد ممكن مرأة ما حد يحجر عليها لأنه طالب حقها لكن من قال بأن المرأة يرفع عنها القلم عندما تطالب بحيث تتخلى عن أنوثتها وعن حشمتها وعن حجابها وهذا موجود يعني واقعا الله المرأة هذه المرأة وهذا الأب عندما يسمح لهذه البنت أن تخرج بهذا اللباس لافت وكاشف وواصف لا يغطي صدر ولا يغطي الشعر ولا يغطي ذراعين هذا تحدي لله الله عز وجل يقول يدنين عليهم من جلابيبهم يدنين يعني ماذا؟ يعني قربنا الحجاب حتى يظهر شيء من الشعر ولا شيء من الجلد ولا شيء من الصدر وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذه زينب وهذه فاطمة سلام الله عليها دخلت على أبيها وهو يبكي بكاء شديد أبتاه مما يبكي ما يبكيك قال ليلة رسل بي رأيت نساء أمتي في عذاب شديد رأيت امرأة معلقة بشعرها وامرأة تأكل لحم جسدها وإلى آخرة يا رسول الله ما كان من عملهن حتى وصلنا إلى هذا العذاب قال أما المعلقة بشعرها فكانت لا تغطي شعرها عن الرجال والشعر القليل والكثير سيئة معصية فلن تساهل مع هذه البنت نستصغرها حتى لا يطول وقوفك بين يدي الله بسبب هذا اللباس لهذه البنت ولا تكون هذه البنت سبب لا تكون انت سبب لدخولها النار يوم القيامة تسأل ألم يربك أبوك قالت بلى كساني وأعطاني لكنه أدبني ولم يحسن تأديبي وهذه زينب خير مثال للحشمة هذا واحد من أعطاء زينب وهذا نحتاجه هذا نحتاجه هذا يجب أن نسقط في على مجتمعنا وعلى حالاتنا وعلى الظواهر الموجودة احنا ذكرنا يعني ما في أحد طلع مثل زينب جاهد وواجهت لكن هذا الافتراء الذي يقول بأن زينب تسترت بيديها وضع لا أبدا اسمع الرواية روح لكتاب موسوعة كربلاء لبيب بيروني هذا عند ماجستير العلوم يقول الراوي فرأيت امرأة قد تقنعت ببرقع لكن يعني ماذا؟ يعني لا يرى منها شيء فسألت من هذه المرأة؟ قالوا هذه زينب حتى لما دخلت مجلس ابن زياد انزوت في زاوية وكان ابن زياد يسأل وكانت لا تجيب من هذه المرأة فأجابت إحدى جواريها حين قالت هذه زينب ابنة علي فقال لها الحمد لله الذي فضحكم إلى آخره وأجابته زينب بحشمتها بعفتها بسترها زينب إذا هذا طبعا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن زينب سلام الله عليها إلى جانب العفة تستطيع أن تواجه تمتلك ثقافة الرد والمجابهة والمواجهة أمران لا يفترقان حتى يصعدا بالمؤمن إلى درجات الكمال تحصيل علم وتزكية نفس علم بلا تقوى يفسد تقوى بلا علم تؤدي إلى جهالة كما يقول السيد محمد رحمة الله عليه هاتان الصفاتان تمثلتا في زينب تزكية نفس علم إلى جانب تزكية النفس وهو السكر علم عند زينب مو الشاعر يقول ولسانها وهو البليغ من لسانه يعني لسان علي يوحي فيخرس ألسن البلغاء كم خطبة في مجلس قد ألجمت فيها لسان الشرك بالإعياء هذه زينب وأي علم ذلك الذي تملكه زينب
منذ فجر الصغر يعني السنوات الأولى من عمرها حفظت القرآن، حفظت أحاديث عن جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، أحاديث تتحدث عن الأحكام الشرعية وقواعد التربية وأصول الأخلاق، حفظتها زينب عالمة كنا النساء يدخلن عليها في الكوفة، فكانت تلقي عليه الدروس في الأخلاق وفي التربية وفي الأحكام الشرعية، وتستدل على ذلك بحديث حفظته عن ظهر قلب. هذا عن زينب. بعد خطبة أمها، الخطبة اللي خطبتها الزهراء في الجامع النبوي، وقد تحدث كبار العلماء عن هذه الخطبة وفصاحتها وبلاغتها وقوتها، زينب حفظت هذه الخطبة وروتها عن ابن عباس، رواها عن زينب، بل أنه في الرواية حتى السجاد كان يروي عن زينب، فاطمة بنت الحسين تروي عن زينب، عبد الله بن جعفر يروي عن زينب، ابن عباس إذا أعياه أمر لجأ إلى زينب أخذه من زينب ويقول روت عقيلتنا زينب. واحد من ألقابها إيمان العقيلة، العقيلة يعني العزيزة على قومها، الكريمة على قومها، العزيزة في بيتها. بعد من علم زينب إلى جانب هالخطبة، في خطبة أخرى الزهراء سلام الله عليها ألقتها على من؟ على نساء المهاجرين والأنصار عندما عدناها في مرضها، ألقت عليهم خطبة، زينب روت هذه الخطبة. وفوق هذا وذاك يكفي شهادة الإمام المعصوم عما أنت بحق عالم غير معلم، فهم غير مفهم أو فاهم غير مفهم. هذا واحد من فضائل زينب سلام الله عليها. أيضا تلقب بعابدة آل علي، وأين عمل كذلك؟ يعني أحيانا الواحد لما يكون في جو مرتاح فيه ممكن يقوم إلى جانب الواجبات صلى الله عليه وسلم، لكن زينب حتى ليلة الحادي عشر ما تركت صلاة الليل. يقول الإمام السجاد يدخل على عمة زينب فيراها تصلي صلاة الليل من جلوس، عم ما عهدتك تصلين من جلوس. قالت وكيف لا يا ابن أخي، ومصاب الحسين قد وهضم. حتى عندما أخذت سبية زينب من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، في الرواية كانت تصلي وهي على تلك الناقة تصلي صلاة الليل. يدخل على زينب فتكون قد سجدت شكر الله بعدما وصلها خبر استشهاد الحسين بأن الله وفق أخاها ووفق أخاها. هذه زينب، وهذه علاقة زينب بالله سبحانه وتعالى، وحتى علاقتها بالحسين ترى رباط روحي. اللي يربط زينب بالحسين مو بس رباط عاطفي أو نسب ودم، لا، رباط روحي، علاقة متميزة لزينب بالحسين، وهذا اللي خلى زينب ما تنسى الحسين. حتى لما تقدم ولداها إلى المعركة ربطت وسطهما طلبا العلم، قالت لهم لهذا اليوم ولدتكما وللدفاع عن الإسلام حياض الإسلام ربيتكما، اذهبا بين يدي خالقا. وما طلعت زينب لما وصلنا خبر استشهاد ولديها، ما طلعت لما شافت الحسين بعد مصر عليها. هذه زينب، ولذلك زينب وهي على فراش المرض، وهي على فراش المرض تأن تجود بنفسها، قد نحول جسمها كجسم كما نحول جسم أمها الزهراء، ومع هذا اشتاج تقول زينب، تقول أبا عبد الله ليتهم قتلوني دونك، ولا أقدر. ولذلك ما عاشت زينب ترى بعد الحسين فقط سنة واحدة بقيت. زينب عمرها 57 سنة، ولدت سنة 5 للهجرة وتوفيت سنة 62 للهجرة،
57 سنة عمر زينب كعمر أخيها الحسين. وهذا اللي ألمنا، اللي ألم زينب مو مرضها، زينب مرضت. المدينة تعرضت إلى جفاف، إلى قحط، وأخذها عبد الله بن جعفر بن وين؟ من المدينة إلى الشام. وإن كانت عند رواية الشهرستاني يقول أن زينب مدفونة في مصر، لكن دسغير في كتاب زينب بطلة كربلاء يقول لا، هذه الموجودة في مصر هذه زينب الصغرى، أما التي في الشام فهي زينب الكبرى. لما تعرضت المدينة إلى الجفاف والقحط أخذها عبد الله بن جعفر، أخذ زينب. هذا المقام الذي زينب الآن رزقنا الله إياكم بالصور، هذا المقام يقال مزرعة لعبد الله بن جعفر، لأن عبد الله بن جعفر من أثرى أثرياء المدينة. وأخذها وهناك اشتد المرض على زينب ومددها عبد الله بن جعفر، وأخذ ينظر لها لكن فتحا بقلبه لأن كفيف البصر، يقول لها أداويش يا زينب ولي فيك، أداويش يا زينب ولي فيك، جرح قلبك يا زينب صاير شي، أداوي كربلاء لا داوي وانت سمت خارجي، كأني بها على فراش المرض تجود بنفسها، لكن مع ذلك ما نست أخوها أبو علي. عادة الميت يمدد على فراشه، أقول لك كأني بزينب نظرت إلى النسوة زالت كون مخدونة إلى صحن الدار. خذوني من على هذا الفراش، ليش يا زينب؟ قالت أنا أموت بالظل وأبو علي مات بالشيب، أموت على الفراش وأخوي على العمارة. يلا يا زينب تقول قوم اطلعوني بالشمس ما اريد نبرا، وهالفرش يلوها وخلوني بالرما. يا زينب اشرب الماء، قالت بالعطش. اه يا ربي ما اريد اموت هنا واخوي
الغرفة به عبد الله بن جعفر جلال. عبد الله قوم قوم يا عبد الله لقد مات الزلمات. وقام عبد الله وين يتخبى يمشي ويتعثر إلى وين؟ إلى وين وصل إلى حجرة زينب ونادى بصوت مبحوح زينب فلم يسمع جوابه كأن يريد يتوجه ناحية المدينة وناحية النجف. نادى يا أني زين
يقول الأبيات مش كثير، أختم هالأبيات. أهل زينب المسبية جيتك يا أبو فاضل، أخاف أرجع لعتبة وعنس أمك السالي، أجاوب إيش لو قالت يا زينب وفه الكافر، أخاف تموت من تسمع الصلوات على محمد وعلى